مساء الخير واهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده من برنامجكم نور للموسم الثاني ضيف اليوم شخصيه مميزه هو غني عن التعريف الاستاذ طرف بغجاتي هو ناشط حقوقي ومحلل سياسي وكاتب نمساوي من اصل سوري وهو رئيس مبادره مسلمو النمسا وهو عضو المجلس الاستشاري للشبكه الاوروبيه لمناهضه العنصريه وهو رئيس منبر الحوار الإسلامي المسيحي رحبوا معي بضيفنا الأستاذ طرفة بغجاتي أهلا وسهلا فيك أستاذ طرفة في برنامج نور شو أهلا وسهلا أخي نور وتحية لكل المشاهدين والمشاهدات اللي راح يشوفونا اليوم أستاذ طرفة بغجاتي تعرفنا شوي عن جنابك وعائلة البغجاتي يعني الاسم طرفة بغجاتي البغجاتي هي عائلة دمشقية قديمة أصلنا من العمارة القزازين وعائلة فيها بعض الكتاب والفنانين والتجار وفيها حتى بعض المشايخ الشام القديمة ووالدي كان يعني رئيس اتحاد كتاب العرب لفترة معينة ومترجم لبعض الاشعار اليابانية ومترجم عن الانجليزية مثلا اشعار لوركا ترجمها كمان من الاسبانية فيعني العائلة نوعا ما لها علاقات متشعبة بين الـ بين الـ بين المهن المختلفة ما شاء الله ما شاء الله استاذ طرفة انت في عام 1984 اعتقلت من قبل النظام السوري وتجاوزت المدة اكثر من ثمانيه شهور قضيت منها ثلاث شهور في سجن تدمر ما هي الاسباب التي دعت النظام لاعتقالك والله حتى عندما سالناهم هم نفسهم لم يكونوا يعرفوا تماما ما هي الاسباب، وقتها تعرف كان مشاكل مشاكل حماه ومجزره حماه باول الثمانينات وانا كنت مسافر الى رومانيا لدراسه الهندسه المدنيه وانتهيت بالعام الرابع من الدراسه وانتهى من كل موادي واتي لقضاء الاجازه، يعني لو كنت انا اعرف انه عندي شك ولو واحد بالمية راح يصير عندي مشاكل أمنية في سوريا لما سافرت فقبض علي في المطار وأنا كنت أظن أنني بنفس اليوم أنا في تشابه أسماء وفي بعض الأسئلة وفي نفس اليوم سيخلى سبيلي وأعود إلى بيتي وعائلتي كلهم فكروا هذا كل الناس يعني ما حدا ظن أنه نام ليلة يعني والدتي رحمة الله عليها لما سمعت أنا نام ليلة لم تصدق فاخذ للاسف الشديد مثلي مثل الالاف بعد ذلك عرفته يعني انه دخلت الى التحقيق العسكري وبعد منا لتدمر بعد من التحقيق العسكري وبعد من تم الاخلاء السبيل من تدمر وكان من تدمر ومن التحقيق العسكري في الشام وكان طبعا شبه لي تجربه عميقه وتجربه يعني انسانيه مع امور التي شاهدتها امور فظيعه وبنفس الوقت تجربه للتاريخ وللحياه بعد ذلك لانه فعلا الخروج من المعتقل السياسي في بلدنا الحبيب ولادة سوريا جديدة. يعتبر ولاده شديده دون اي مبالغه الله استعان طيب انت هاجرت الى النمسا بال86 تمام اصبحت ناشط في كثير من الامور التي تخص المهاجرين الاجانب اوكي وكنت شاطر بالحوار حوار حوارات الاديان وكنت محارب للعنصرية وكنت ناشط في حقوق الانسان، تحكينا شوي عن هالتفاصيل. والله أنا لما خلصت الدراسة من رومانيا، درست الهندسة المدنية هناك، وبعدين لم يكن مرتاحين أهلي للعودة إلى سوريا، وأنا لم أكن أيضاً مرتاح، فأتيت إلى النمسا، وحاولت دراسة الدكتوراه هنا، والعمل كمهندس، وتعلم اللغة الألمانية، وبعدين مع الوقت بدينا مع بعض الأخوة نتدارس بامور الجاليه الاسلاميه، الجاليه العربيه، مشاكل المهاجرين، مشاكل النمسا الى في التسعينات واواخر التسعينات وقتها بدأ اول بوادر لليمين المتطرف ليأخذ دورا سياسيا قويا، يعني لما انا اجيت بال 86 كان الذي لا يحب الاجانب يقول انا اكره الاجانب، يوغوسلافي، بولوني، سوري، تركي نفس الشيء كله نفس المرتبة كله نفس الشيء أفريقي نفس الشيء مه. في آخر التسعينات منذ ما استلم يلي توفي بعد ذلك اسمه يورج حيدر مه. رئيس حزب الأحرار اليميني وقتها وتطرف مع استلامه ليورج حيدر الرئاسة مه. بدأت في آخر التسعينات لم يعد الحديث عن الأجانب بشكل عام بل صار الحديث عن المسلمين بدون ما يسموا الإسلام مباشرة. يحطوا نساء محجبات من الخلف، يحطوا صوره ناس تصلي، يحطوا وجوه شرقيه في في دعاياتهم الانتخابيه وفي يوم من الايام بعد الانتخابات اتى واحد منهم وقال ليست مشكلتنا في النمسا مشكله اجانب ولكن مشكله مسلمين غير اوروبيين. يريد ان يقول ان البوزنويين باعتباره أتوا بعد حرب ممكن أن نتحملهم لأنهم مسلمين أوروبيين مشكلتنا مع المسلمين غير الأوروبيين ومعروف أنهم يعتبروا الأتراك غير أوروبيين بعقله فوقتها كان يعني دققنا جرس جرس الإنذار أن هناك سيأتي على النمسا موضوع جديد لم يكن محسوب حسابه قبل ذلك وقت هذه الليلة كثير من الشباب والشابات المسلمين لم يناموا الليل من قلقهم واليوم فورا اليوم الذي بعده اسسنا مبادره مسلمي النمسا وكان هذا هو سبب البدايه كيف يمكن ان يكون وجودنا الاسلامي النمساوي ان نتحدث عن انفسنا والا ان يتحدث الغير عنا يعني لما وقت ما بدينا العمل كان المسلم لا يسال يأتي خبير ويسأل الخبير يأتي سياسي يتكلم ونحن فقط نسمع. متفرجون ونسمع وبعضنا بصراحة لا يسمع لأنه غير مهتم شو صاير بالدنيا على الأسف فالحمد لله كانت يعني تعتبر من أوائل الخطوات النمساوية الإسلامية وغالبة الناشطين والناشطات كانوا من أصل عربي الكثير من المسلمين الآن العرب لا يعرف عن الإي جي جي أو وهل تعتبر أن هذه الهيئة فعلت ما هو كافي تجاه دمج الجالية العربية المسلمة في النمسا؟ نحن عندما أسسنا وادات مسلمي النمسا كان عنا تقريبا إطارات منها مكافحة العنصرية منها حوار الأديان منها تقوية العلاقة بين المسلمين أنفسهم منها الحضور الإعلامي منها التداول مع الهيئة الإسلامية الممثلة الرسمي <سؤال> لمسلمي النمسا وهذه هي الإي جي جي أو يعني أول شيء لازم نعرف على شو عم نحكي عم نحكي على جلاوبنز إن إستراي الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا <سؤال> ذهبنا وقت من كان الرئيس الأستاذ أنس الشقفي <سؤال> <سؤال> وأصل سوري من حمام من وجهة تحية آه 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 فوقتها فتح لنا أبواب العمل وصار يبعثنا ممثلين للهيئة نتكلم باسم المسلمين في المحافل الدولية والمحافل النمساوية وصار للمسلمين خلال رئاسة الأستاذ أنس أول وجود إعلامي وسياسي قوي ممتاز وحضور طبعا كل هذه الهيئة تعتبر بالنسبة لأوروبا الضروري كثير للأخوة الجدد يعرفوها شغلة غير موجودة في العالم كله للمسلمين نحن هنا في أوروبا يعتبر الإسلام ليس ديانة أقلية وإلا الديانة من ديانات الدولة المعترفة عليها رسميا ولذلك إذا بيلاحظوا الأخوة أولاد يذهبوا إلى المدرسة ويأتي يقولوا في عندك درس ديانة من يعمل درس ديانة؟ الهيئة الإسلامية الرسمية من يضع البرنامج؟ الهيئة الإسلامية الرسمية من يدفع أجارات ومعاشات الأساتذة الحكومة النمساوية والدولة النمساوية يعني آه. نحن نتمتع تماما بنفس حقوق الكاثوليك والبروتستانت واليهود والبوذيين وغيرهم من الديانات وهذا تعتبر مصطلح هيئة للحق العام <applause> هذا يعطيك ميزات قوية جدا موضوع التواصل بين أهل الجالية طبعا ما في جالية ممكن أن تصل لكل الناس يعني حتى اذا رحت للكنيسه الكاثوليكيه صعب تصل لكل كاثوليكي فلازم يكون اخذ وعطاء يعني عندما يسالوني الاخوه مثلا ماذا قدمت الجاليه اسالهم ايضا اما قد قدمت انت للجاليه تماما تمام. هل 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 دخلت الى صفحه الجاليه وسالت ماذا تفعل ماذا تفعل هذه الهيئة ماذا يعمل الناس مهم. فهذا ضروري جدا ان نكون من طرفين وطبعا كل شيء فيه تقصير وخاصه لان امكانياتنا نحن كهيئه اسلاميه في النمسا نوعا ما تعتبر جديدة عمرها من أواخر من أول الثمانينات طبعا لم تعد آآ آآ فتية جدا بدأت تكبر ولكن طبعا جونا العام والوجود الإسلامي من ناحية الاقتصادية نوعا ما ضعيف جدا هي أول أحد أكبر العقبات أمام الهيئة الإسلامية العقبة الثانية الأسباب طيب العقبة الثانية والأسباب هو أن الهيئة الإسلامية في النمسا نحن كمسلمين نمسا عندما اقول هي اسلاميه يعني نحن جميعا يعني يتفرج علينا هم هي الاسلاميه هم الاسلام بشكل او لسنا مثل مثلا البوزنويين في البوسنا او الالبان في الكوسوفو او اقليه اقليه صينيه في الصين او اقليه بالهند صحيح نحن يعني في النمسا اكثر من 600 الى 700 الف مسلم ولكن اذا رجعت ودرست الموضوع ترى اننا نجمع عشرات البلاد عشرات الثقافات عشرات المدارس وكثير من المذاهب فكيف تستطيع ان تبني انظومه معينه تحافظ بها على الخلاف الموجود وعلى الفرق الكبير بين هذه الانظومات وتعطي وجها لجميع مسلمي النمسا سني وشيعي عربي وتركي وكردي وأفريقي طبعًا وألباني طبعًا وشيشاني طبعًا ونمساوي تمامًا وأوروبي، فإذا هذا التحدي يجعل للمسلمين تحدي للطرف الآخر نعم أيضًا ألا تنظر نفسك أنت فقط كسوري أو كعراقي أنت صرت الآن ولو لم تأخذ الجنسية النمساوية صرت مسلم نمساوي لازم تعرف شو صاير بالدنيا لازم تتفرج على اخبار النمسا لازم تشوف الهيئه الاسلاميه شو عم تعمل لازم تسال شو صاير فهذا الامر هنا التفاعل خاصه مع اخواننا الجدد ولكن مع السوريين يعتبر التفاعل اقوى مثلا من مع الافغان والشيشان وبلاد اخرى من افريقيا يعتبر مع السوريين مق مقارنة بالآخرين أسرع باعتبار أسرع استجابة وباعتبار موجود سوريين قدامى صار في شيء من صلة الوصل بين تمام. القديم والجديد ولكن طبعا الكل مقصرين وكل إنسان يجب أن يعطي ما يستطيع فإذا تمام. نقول للناس أنت أعمل في الطريق الصحيح ونحن نمشي نمشي بالاتجاه الصحيح لما أن نكون مراوحي المكان يعني اننا نرجع ليش نرجع لانه الاخر يمشي تمام اذا انت في مكانك انت بادر والاخر تتبع. ماشي معناته انت ضليت ورا تمام. فهي الرساله اللي بعطيها لاخوتي واقول طبعا كلنا مقصرون ولكن كل واحد يرى بتفاؤل تمام. وانفتاح شو ممكن أي انا التفاؤل شو ممكن انا اعمل لنفسي ولغيري ولجاري تمام. وللناس بالشارع انا اكون عمل وجودي ايجابي اولا لي قبل طبعا. الناس كلها صحيح. وبعدين للعالم استاذ طرفه النجاحات في مجالات متعدده والتي تعتبر تميزا وقد يعتبرها اخرون تشتت وتعدي على تخصصات اخرين كيف ترد على مثل هذا السؤال؟ والله صراحه انا لما ما يعني لم أخطط لنفسي أنا ماذا سيحصل معي ماذا سيصير معي أصلا يعني مثلا أول شيء المهنة والحياة والحمد لله الحياة الهندسية كمهندس مدني يعني تمتعت بثقة اللي اشتغلت معهم وصار عندي نجاح معين في هذا المجال نضع المهني على جنب ما كان مواضيع أخرى مثل الدخول في مكافحة العنصرية هذا ما فينك تخطط أنت رح يصير أنا معروف رح يصير عندي هذا المنصب وعلى أماما. فكره كل هذه المناصب التي ذكرتها كلها مناصب يعني تطوعيه أم. يعني ما فيها مردود مالي هذا اللي ما عم تذهب لشيء بتزور مؤتمرات وغير ذلك هذا كلياته على وقتك الشخصي ليس على حسابك الشخصي ولكن على وقتك الشخصي وليس دون اي مردود مادي لهذا الموضوع فاذا لما بدينا نعمل في في النمسا اتتنا دعوه الى بروكسل فطبعا ذهبنا لما صرنا ببروكسل صرت نائب رئيس الشبكة الأوروبية لمكافحة العنصرية أنا ما أول ما بديت دافع عن أخ أفريقي عنده مشاكل عرفت حالي راح نائب رئيس يوم من الأيام أو راح عضو هيئة إدارية أو راح عضو مستشار هي ما في لك تخططها خاصة بمجال العمل المدني المجتمع المدني تقدم ما تستطيع تماما وبعدين هل كان عند الآخر تقبل لك تفتح لك الأبواب ما في تقول أنا أريد أن, أن آتي لاخذ موقفا معينا، موضوع الديني مثلا الاخوه طلبوا مني طلب مني اخطب الجمعه، انا بحياتي ما خطبت جمعه لحتى ما صار عمري فوق ال 35 سنه قريب ال 40 سنه. ما شاء الله خطبته. يعني انت قراءتك للقران جميله جدا ومع تجويده الحمد لله. وحفظنا طبعا انا خريج أعتبر, اعتبر خريج مدارس شرعيه من من مساجد دمشق ولكن خطبه الجمعه لم يكن عند، درست درست الدين وتكلمت في الدين والقيت كلمات ولكن ما خصصت خطبه جمعه فتح لنا، طلب منا الخطبه والحمد لله لاقت القبول فصرت خطيب جمعه، يعني حتى نقول للناس انا هذا الخطيب ما هي شغله شرفيه هي شغله اما انت تخطب او لا تخطب تماما فيعني الاخوه يعني كثير ناس بيقول لك انت تتشتت او ما تتشتت اقول طبعا نحن كلنا نتشتت خاصه اذا انت عندك مجال عملي في الهندسه له لقمه عيشك لازم تطعمي اهلك لازم تشوف لازم ترضي شغلك في في الاقتصاد الحر انا مالي موظف حكومه انا موظف شركه خاصه كل ساعه يجب ان تكون محسوبه ومردوده على الشركه بشكل ايجابي فكيف تجد الوقت انك تعطي مجالات اخرى سواء اجتماعيه، سواء دينيه، سواء سياسيه، سواء ثقافيه، سواء راحه لك نفسيه، كيف تساوي وقتك بحيث تمشي، ولما بينفتح لك باب معين يجب تحسب وقتك وتمشي فيه، فلا ارى بنفسي شخصيا ابتعد عن الاشياء التي لا ارى انني لها، يعني ارفض كثير من الدعوات واقول هذا الامر ليس لي، هذا الامر ليس من اختصاصي. فاحاول ان لا اتحدث الا بالامر الذي ارى انا فيه ان عندي شيء تماما اضيفه تماما اخذ الاخر وعمل منه شيئا وطلب اكثر فبتصير الحياه هي شغلة بتجيب الثانيه تماما تماما يعني هذا انت تعتبره نجاح تميز وليس تشتت اعتبره ضروره لكل انسان حتى واعطيها للاخوه <applause> انا حتى لما بنحكي مع الاخوه البقايا بنقول لهم علم ابنك يكون يتعلم عمل تطوعي بيقول لي ولكن عنده مدرسته بقول اخي اهلا مدرسته اذا تعلم العمل التطوعي هذا عم يتعلم كيف يحكي مع الناس تمام عم يتعلم كيف يستعمل اللغه عم يتعلم كيف اذا عنده مشكله يحلها عم يتعلم كيف يمشي بالامور الماديه هذا لما ابنك عم يتعلم هذه الامور لحياته لما بده يروح يدور على شغل <applause> من السلام عليكم من اول ما يطلعوا على وجهه بيشوفوا اه هذا انسان عرفان شو عم يحكي تماما عرفان يتصرف تماما عارفان كيف ياخذ مكانه عارفان كيف يفهم المزحه اذا سمع عارفان كيف هو يمزح مع الناس تماما عارفان كيف الناس بتفكر فهي الامور ضروري جدا يخطئ يلي بيفكر انه انا مثلا مهندس وبصير مهندس والباقي كله حوالي ما لي علاقه فيه وهنا النمسا على فكره بلد العمل التطوعي بتلاقي ناس, في في ناس, في ناس بتلاقي, مطلع. مدير مدير بالشركه بيشتغل بالاطفائيه بيجي تليفون بيترك العرس وبيترك المكتب وبيركض الدنيا وبيركض على الاطفائيه عادي واحد تاني بيشتغل بمساعده المعوقين بيروح عطله الاسبوع بيشتغل والله حلوه تشاركي فهي هي الامور هي كلها مو عم تتبرع بس للناس عم تعطي نفسك انت شكر لله عز وجل وبعدين لحياتك نفسها انه تماما الله اعطاني شيء كيف بحسن ان اعطيه للناس فليس تشتتا ولكن ولكن تميزا ما حدا بيقول عن حاله انا متميز هذا هذا العالم تحكم ويرونه وهذا القصه وشو ما بيقولوا اهلا وسهلا أه استاذ طرف استخدام مصطلح الاسلاموفوبيا أه صحيح أم يجب أن يكون شيء يعبر عن العداء ضد الإسلام؟ نحن في النمسا قررنا أن لا نستخدم إسلام إسلاموفوبي. إسلاموفوبيا باللغة الإنجليزية م -م. وفي الأمم المتحدة موجودة ولا نغيرها لأن صار عمرها أكثر من حوالي ثلاثين سنة. م -م. إسلاموفوبيا. طبعا. ولكن في ترجمة إلى بالألماني إسلاموفوبي نحن نفضل استخدام اصطلاح إسلام فايندليكايت أو أنتي مسلمي شر لماذا؟ لأن كلمة الفوبيا أو الفوبي تعني مرض معين تخوف من شيء مه. نحن نقول التخوف هو حق كل إنسان لك حق تخاف تماما ما فيك تمنع حدا يخاف يعني هلا اليمين المتطرف ما له خايف من المسلمين اليمين المتطرف عنده أجندة سياسية ضد المسلمين فإذا نسميها عداء الإسلام معاداة الاسلام اسلام فايندليكيت او معاداة الاسلام العنصريه انتي شر راسيسموس وهذه هي الاصطلاحات التي نستعملها في النمسا وحاولنا تصديرها لالمانيا هالمره في العكس مش المانيا للنمسا من النمسا لالمانيا واخذت يعني بعين الاعتبار ولسنا نحن الذين اخترعناها يعني ولكن اخترناها من بين اصطلاحات عديده وقويناها ونرى يعني بمبادرتنا الهيئة الاسلاميه الرسميه ان تستعمل هذه الاصطلاحات وليس بالضروره اسلاموفوبي من فتره خضت معركه قضائيه ضد البرلمان المتطرف فيلدرز هل تعتقد ان جنسيتك النمساويه لعبت دورا لصالحك في ذلك والله مو الخبره الحياتيه اللي لعبت دور لانك انت عندما تعتبر القضاء النمساوي لا يسالك اصلا انت عندك جنسيه او غير جنسيه طيب بس ناخذ فكره عن هذا البرلمان المتطرف ليش نعم. صارت المحكمه القضائيه نعم. جيرت فيلترز من اشهر واوائل اليمين المتطرفين في اوروبا الذي اخذ عداء الاسلام كبرنامج سياسي منهج منهج واو منهج سياسي ضد الاسلام والمسلمين انه كل مشاكل اوروبا على الاطلاق من المسلمين من المسلمين وعليهم حتى ان يغادروا لتخلص اوروبا منهم فهذا دعوه حزب الاحرار اليميني المتطرف عنا هاينز كريستيان شتراخي دعاه الى النمسا ليتكلم في صاله كبيره وتاريخيه في الهوفبورغ ولكن استئجارا للصاله ليست الحكومه التي اعطتهم الصاله هم استاجروها مثل اي مستاجر والخطبه وكلمته امام اكثر من الف انسان كلها ضد الاسلام والمسلمين فانا سمعتها كلها واضح واخذت بعض الامور التي يمكن ان تنطبق تحت قانون التحريض ضد الأقليات وبث الكره في المجتمع قانون رقم 283 وقانون ثاني الاستهزاء من الرموز الدينية قانون 181 وتشاورت مع بعض الإخوة المحاميين وبعثت العريضة للنيابة العامة النمساوية ليس كدعوة ولكن فقط كتبت ماذا يحصل وماذا قال حسب الاعلام تماما وحسب ما هو موجود ومصور وقلت ارجو منكم يا نيابه عامه ان تفحصوا هذا الامر على القانون النمساوي حسب هذه القوانين 181 و283 عاده اذا لم يكن هناك تهمه واضحه وكبيره يضعوها على جنب وتاتيك رساله انها لم تؤخذ محمل الجد تماما تاخروا حوالي ثلاثه اسابيع وبعتوا لي بعدين الرساله انهم نعم سيقوموا برفع الدعوه ليس رفع الدعوه أه تحريات هل هذا ينطبق على الـ على الـ هذول القوانين ويمكن ان يعاقب عليه القانون ام لا آه. لانه لازم ننتبه كثير هذا لازم نشرحه للناس ليس كل تهجم على دين يعني انه تحت طائله العقوبه ابدا تمام لانه ممكن ان يكون تهجم على الدين ولكنه تحت طائله حريه الراي فكثير كثير صعب على القانون نفسه تمام وعلى وكيل النيابه انه يفرق فبده دراسات وتحريات واخذ اراء وكل شيء. فوقتها نشرت الصحف النمساويه الخبر ونشرت الصحف الهولنديه كلها الخبر ان في النمسا في دعوه ضد جيرت فيلدرز وحتى هو سئل عني وقال هذا إنسان يمارس الجهاد القضائي الجهاد القضائي سماها عني فقلت عندما تصلت في الصحافة الهولندية قالوا أن يقال أنت مجاهد قلت إذا كان موضوع يقصد بالجهاد في, 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 في قوله أنني نعم أقف كمواطن مع قانون دولتي ضد العنصرية وضد الكره وضد الحقد وضد الضغينة إذا كان هذا, إذا هذا الجهاد فأهلا وسهلا أما إذا يريد أن يعتبرني متطرف أو أنني إرهابي أو غير ذلك فيأتيه الدعوة القادمة ليقولها <applause> لكي نقوم بدعوة أخرى وكان القصة يعني اللي بحب وصل الرسالة بهالموضوع ليس المهم بعد ذلك هل صارت المحكمة أن تصير ليس المهم هل أخذ حكما قضائيا أم لا مجرد وجود الأمر على أعلى المستويات سياسيا وأعلاميا كان نجاحا كبيرا لأنه لم يكلفنا شيء هذا وكلنا وكالة النيابة بالعمل وكنا فقط أمام الإعلام عندما يسألوا نجيب أتت حتى التلفزيون الهولندي الرسمي أتى إلى النمسا لمقابلتي من أجل هذا الموضوع وبث هذا الأمر فإذا نعم كانت يعني تجربة رائعة المشكلة القضائية من ناحية قضائية نوعا ما تبلبل الموضوع لان الـ 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 وزاره العدل النمساويه ارادت ان تاخذ راي وزاره العدل لهولندية. الهولنديه وصار بينهما نقاش طويل والى الان ليس هناك دعوه رسميه ضده ولكن بالنسبه لي شخصيا يكفي انه يعرف انه اذا اتى الى النمسا ولم ياتي بعدها زياره من هذاك الوقت, الوقت من الممكن ان يتم ملاحقته القضائيه النمسا. الى الان م م الى الان لم يزور النمسا، فهذا بالنسبه لنا بموارد اكثر من متواضعه تعتبر وصلنا الى شيء كبير جدا ممكن غيرنا يكلفه مئات الالاف اليورات اليورو لحتى تصل لهيك امر. <applause> الديمقراطيه النمساويه بين قوسين ترفع لها القبعه. تحكي عن الديمقراطية النمساوية وما حصل في المشاكل الأخيرة اللي أدت إلى سحب الثقة من الحكومة وما إلى هنالك منذ زمن كان هناك في شبه إجماع أن الحزب اليميني المتطرف حزب الأحرار غير قابل أن يكون في الحكم حتى ولو وصل إلى 20 أو 25 في المئة وكان نوعا ما منبوذا سياسيا سواء من الحزب الاجتماعي الديمقراطي الاشتراكي الأحمر <applause> وسواء من الحزب الشعب المحافظ المسيحي الاسود <applause> ولكن لما اتى سيباستيان كورتز الى الوزاره واراد ان يشكل الوزاره وربح وقتها الانتخابات قال اريد ان افعل ما اريد ويكون اسهل لي من التحالف مع الحمر الاجتماعيين الديمقراطيين، <applause> التحالف مع الزرق وافعل ما اريد، وحذر من كثيرين حتى من حزبه نفسه، حتى من الكنيسه، <applause> حتى من الهيئه اليهوديه، <applause> ومن المسلمين، وقلنا ان هذا الحزب واسلوب شتراخي وجودينوز وكيكل ونوربرت هوفر غير قابلين ان يكونوا سياسيين على مستوى البلد، ليس فقط لاننا مختلفين معهم سياسيا، ولكن ليس عندهم الامكانيه ان يتخلوا عن مصالحهم وأن يكونوا فعلا خادمين لهذا البلد في مناصبهم الوزارية لكنه لم يصدق سيباستيان كورس ودخل معهم في ائتلاف وهو يقول الآن أنهم عذبوني كثيرا ولكن هو كان بالعكس يقول أنا فرح ورائع وشيء ممتاز وكل شيء ودينا تمام صورة أنه هو فرحة لكن بال طبعا بالمضمون غير هيك طبعا إلى أن أتى عندما أتى هانس كريستيان شتراخي في الإيبتسا جيت فضيحة إيبتسا الكبيرة الذي ذهب فيها الى الى استجمام ولكن الى لقاء بعض الروس ووقتها مع تسجيل خفي من الكاميرا الخفيه قال اشياء غير قابله للتصور انه يريد ان يقلب النمسا كلها قال انه يريد ان يشتري اكبر صحيفه كرونه تسايتونغ في النمسا ويطرد منها بعض الصحفيين الذين يمكن ان يعملوا له مشاكل وتكون صحيفته. قال انه اذا اتيتم انتم واعطيت دعمتموني يعني للمليارديين الملياردير الروسي اذا اعطيتموني نقودا ودعمتموني ادعمكم ان تستلموا مشاريع استثماريه في هذا البلد واطرد شركه الشتراباك رئيسها هازل شتاينر من من اخذ من النمساوي يعني اخذ من قوسي. الشركات النمساويه القروض واعطيها للروس لانكم تعطوني الفلوس وتساعدوني في حملتي أتضعمون. الانتخابيه فكانت فضيحه جلجلت النمسا كلها وحوالي 48 ساعه النمسا كلها وراء التلفزيونات لانه <applause> يعني شيء غير عادي وغير مقبول مقبول نهائيا ادى فورا إلى ضرب الحكومة مع أنه اعتذر وقال أنني لم أفعل شيئا فقط قلت مجرد القول وهنا نأتي إلى الديمقراطية أن كلامك محسوب ولو لم سياسية وموجود الآن في الحكومة وموجود في الحكومة حتى لم هو قال أن لما قالها لم يكن في الحكومة مع ذلك لما الموضوع في رشوة في فساد سياسي تماما في احتيال في 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 محاولة لعب على الناخبين هذا معناتها لا يغتفر وهنا تاتي الديمقراطيه اللي نحن لازم نتعلمها اللي كثير منا بيفكر ان الديمقراطيه هي انسياب وحريه واعمل شو ما بدك والبس شو ما بدك وروح لا يخطئ اللي يفكر هيك الديمقراطيه هي بالعكس هي الالتزام تماما هي حسب ما تقول تمام. في بلادنا العربية والإسلامية أحيانا عندما يأتيهم بعض الصحفيين شيء من الحرية أو حتى بعض الأخوة الصحفيين هنا يظن أنهم يفعلوا ما يريدون يظن أنهم يشهروا في الناس أنهم يشتموا العالم هذه ما, هي ما حرية رأي ولا حرية صحافة هي تدخل فيها بالسجن في النمسا في بلد القانون مع فطبعا هذا الأمر أعطاك أنه وجود مثلا رئيس للدولة يلي كانوا من زمان يقولوا انه رئيس الدوله في النمسا لانه عنده صلاحيات كثيره عاده لا يستعملها، فقط رئيس الوزراء هو الذي يحكم، الرئيس هو نوعا ما بروتوكولي. اوكي واذا بين لحظه واخرى وبين ليله وضحاها صار الرئيس ليس بروتوكوليا، صار بده يحل المشكله، صار قاعد بمكتبه 24 ساعه، صار قاعد عم ينادي للوزراء ولاحزاب المعارضه شو بده يساوي؟ شلون بده يحلها؟ لأنه لم تحصل في تاريخ النمسا 185 مرة حاولت المعارضة إسقاط رئيس الحكومة والحكومة 185 مرة منذ عام 1945 وأربعين إلى اليوم لم تنجح ورقم 186 نجح, نجح. لماذا؟ لأن, <applause> لأن ديمقراطيا <applause> لأن ديمقراطيا اجتمعوا كلهم أو غالبيتهم يلي أكثر من 50% ضد رئيس الوزاره وسحبوا منه الثقه ومن وزارته فسلم فورا طبخ راطه وراح على مكتبه وراح على بيته تصور لكم هذا حتى حتى, حتى سفره بروكسل كان عنده سفره ثلاث ايام فالرئيس رئيس الجمهوريه قال له لا انت ما حلو امام الناس انت هلا بسحبوا ثقتك تسافر فبنحط نائبك مجرد هالاربع خمس ايام كرئيس وزراء كمستشار مؤقت ويذهب الى بروكسل مشان عيب قدام الناس تكون انت مسحوب الثقه ورايح وهو تقبلها يعني فاذا هذه الامور انه اذا اتت فضيحه ان تعتذر مباشره اذا اتت فضيحه ان تحل الحكومه دون ان يكون هناك ازمه دوله في كثير ناس بيقولوا صار ازمه دوله في النمسا ابدا ولا من, من شعر بازمه في النمسا ولا انسان من راى شرطي واحد زياده في الشارع ولا الدنيا قاعده وما في شرطي واحد على باب البرلمان تمام الوزير بيركب ايام بيجوز الاوبان وبيروح على بيته او بياخذ سيارته نعم. وتاني وثاني يوم بتروح السياره تاني يوم تماما ما بيقعد في سياره وزير انه خلصت مهلته فهي الامور لازم نتعلمها انه 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 الديمقراطيه و واصلا المناصب حتى اذا الديمقراطية يعني لما تكون انت عندك منصب معين انت وزير انت خاتم لهدول الناس تماما يعني رشحوك تعمل تخدمون في مجالات معينه فتقوم تركبون. هي الامور ممكن مع الواحد لأسف. ان يتق... من معنى انه الحكمه ضاله المؤمن انه يشوف الواحد أوه. يشوف الواحد انه انه هي الامور ممكن انه ياخذها الواحد ويحاول يسقطها ليس فقط على الدول كلها على حياتنا. م م المشكله نحن ضمن المجتمع دائما نحن مجتمع يعني بيتي بعائلتي كيف احكي مع ابني انا برطة اذا ابني طلب مني شغله انه اتخلى عن سلطتي او اتخلى عن عن قوتي كأب نعم. أمام أمام زوجتي لا ممكن بالأخذ والعطاء والمناقشة فهي ليست فقط ما تأتي بين ليلة وضحاها بأنظوم دولة هي أسلوب تفكير أسلوب مجتمع أسلوب تفهم للآخر تمام. وطبعا هناك أمور أخرى ممكن واحد أن يتعلمها أستاذ أه من فترة قصيرة تعرضت أنت لردة فعل عنصرية في حال تحكي لنا لو تكرمت بس كيف ممكن يتصرف الشخص اذا تعرض لهيك رده فعل عنصريه في النمسا طبعا في المواصلات العامه هذا الشيء صار صح؟ نعم تفضل نعم. والله صراحه انا شخصيا لم اتعرض انا كنت قاعد انا وزوجتي وعم نتناقش في امر ولا خطر ببالي شو صاير حولي واذا لقيت واحد عنصري يشتم شاب تركي مع ابنه الصغير في عربيه الاطفال في الكندر و ويشتم به ويكاد يضرب الطفل في في الكندر الكندر باكن في عربيه الاطفال فلم يكن عندي مجال اي مجال اخر الا ان او تبقى متفرج أن, 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 ان ان تدخل مدافعا عن الانسان تماما فحاولت تحدثت معه وقلت له استحي على نفسك هذا رجل مع البيبي مع الطفل الصغير يمشي كيف يريد الكيندر فاكن اذا 20 سم يمين او شمال هذه ليست مشكلتك انت روح وعود في مكانك ليخلص الامر <applause> وقام رجل نمساوي فاضل قام وقف قال نفس الكلام معه وقال <applause> استحي ان تكون انت نمساويا انت <applause> وصمه عار على بلدنا في هذا في في, في, في نفس الاشتازن الاشتازن ولكن احتدم لما أني انا الاجنبي فصار مشكلته معي <applause> لا مشكلته مع الناس ولا مشكلته مع الاب فصار في شبه عراك كلامي تماما انا حاولت فورا قلت له اننا في دوله القانون وانك اذا استمريت فساقاضيك والشرطه ساتصل فورا بالشرطه واتصلت فورا وهنا وهنا نصيحه للاخوه اذا شعرت بنفسك في اي خطر تتصل بالشرطة تكون مم. معك دائماً رقم الشرطة يمكن واحد اثنين ثلاثة تكون دائماً كاتبه فوراً تتصل بالشرطة ومجهزه إذا مم. حسيت حالك في أي موقف خطر وتعرف تصف وين مكانك يتعود الواحد يعرف أنا تماماً. كيف تقرأ بسرعة مكان المحطة رقم الشارع الموجود فيه مم. وتنتظر الشرطة في نفس المكان ولا تستحي أبداً أن تطلب من الناس المساعدة يعني اكبر خطا فيك حالي ان تجي مثلا انت شاب مثلا انا اهانني وانا اضربه هذا اكبر غلط بالعكس اكبر غلط لانه هي رجوله معه بيصير معك بصير حق عليك اولا بصير حق علي وثانيا ليست الرجوله النبي بيقول لك ليس الشديد بالسرعه ما شغلت انك تتشاطر في كثير اخوه لما يدروا يقولوا لو كنت ما كنت ضربته لك ليش تضربه إيش صحيح. انت ما شغلتك تضربه انت صحيح. ما شغلتك بوليس صحيح. ولا مخابرات أنت مواطن تطالب بحقوقك إذا ضربك بتدافع عن نفسك ولكن تحاول أن لا تصل درجة الضرب حتى أنا صرت لما لما مشيت وراء بعد ما طلع خرج تابع غادر الاشتراس أو الحافلة مه. مشيت أنا وراء دائما خلي بيني وبينه مترين بركي معه سكينة بركي في شيء إلى واتصلت بالشرطة مرة ثانية وصفت المكان وللاسف في الاخير حسن يهرب مني أوه. طبعا بهيك حاله ما بحسن اتصرف انا انه اتصرف كشرطي لا تمسكه يعني اذا انت مسكته ممكن ممكن يضربك ممكن يصير عندك ممكن يأذيك تماما فاذا نحن بتصور ما تستطيع تعطي الصور ولو تاخد صوره شكله مثلا تحاول تاخذ صوره الشكل وتتعلم بالنسبه للاخوه اللي يلي لا يعرفوا اللغه في بعض الاخوه مثلا نحن اسسنا من فتره مركز التوثيق لحالات الاعتداء على المسلمين والمسلمات اخونا عبد الحميد قويدر وغيره من الشابات والشباب نعمل ورشات للاخوه كيف يتصرفوا في هذه الحاله ممتاز مثلا يحفظ الواحد بعض الجمل كيف انا اطلب المساعده ممتاز كيف انا اتكلم بصوت عالي الاخوات لازم تحكي بصوت عالي تطلبي المساعده بصوت عالي يحس هذاك انك انت ممكن تسافع عن نفسك انه انت عندك صوتك <applause> ما تسكتي ما تخافي فهي هي الامور اول شيء مثلا الشرطه طلب المساعده من الناس عدم استعمال اي نوع من العنف تماما محاولة النظر إلى عيون الناس أنه تعوا ساعدوني أنا بدي أطلب مساعدتك أن تحفظ بعض الجمل طلب المساعدة وصف الموضوع للشرطة باللغة الألمانية ولو كانت خطأ انسى لا تستحي من لغتك أبدا تمام أبدا تمام حتى إذا اضطريت تحكي عربي تحكي إنجليزي لكن العالم تفهم شو صاير بهالحالة وتحاول تتدارك الموضوع بأسرع ما يمكن إذا لم يصل الموضوع لضرب هي ليست مسألة الشرطة يعني الشرطة لا لا تتدخل تمس تتدخل الا اذا كان خطر ولكن ضار. تاتي اذا كنت انت في خطر وتاخذ اسمه انت يكفيك مه. يعني الشرطه انا اللي كان بدي اياه فقط انه الشرطه فقط تاخذ اسمه علو سوابق بيعرفوا بلفوا على ملفه. ملفه انا بسال قضائيا اذا عندي فرصه ممكن انا اقيم عليه دعوه مه. وعندي اسمه وعنوانه مه. فهذا الامر انك تعرف انت مين هذا الشخص سواء عن صوره إذا كنت خايف إنك تورجيه إنه معك الكاميرا تحاول تصوره بشكل مخفي إذا شفت واحد عم ينضرب تحاول إنت تصوره كمان وبعدين تعرض عليه الصورة وإذا رأيت واحد آخر تاني تحاول إنت كمان تساعد هون هون قانونيا تصوير الأشخاص هيك بشكل عام في حالات الخطر مشكلة. في حالات الخطر مسموح في حالة إنك إنت ما في خطر واحد مثلا عم يحكي بصوت عالي مع صديقه ازعجك ما فيك توقف تصوره هذا ممنوع هذا انت تعاقب عليه لانك انت عم تلاحق الناس من نواحي شخصيه تمام. وهذا لا يجوز لك في حاله انك انت انا حتى لما وض... لما صورت الفيديو حتى صورته ليس لانشره لي صورته دفاعا عن نفسي مشان يحس يعرف انه هو الان مسجل والان معروف تماما. تماما وبعدين نشرته وشافوه الالاف وخبرت والصحافه نشرت عنه فاتمنى هو اكيد راح يسمع بالموضوع ويوقف عن تصرفه السيء هذا الذي نريده يعني ليست مشكلتنا الان ان ندخل الناس بالسجن نحن بدنا اياهم بس يوقفوا العنصريه تماما وينتهي الموضوع تماما يعني بتتوقع استاذ انه كان الحزب اليمين المتطرف احد الاسباب في انه العنصريين الموجودين هون انه صار على صوتهم اكثر لا شك لا شك ان الوجود اليميني المتطرف في الحكم يقوي الناس، حتى في ناس حتى في ناس يشتموا بيقول لك سيطردك اشتراخي انا قلت له يا هالا اشتراخي يقول لك انا اشتراخي سيطردك، قلت له هذا الاشتراخي نفسه بكثير من النقاشات قال لي لا بس لكن انا ارفض هذا لا اريد له هي مو مشكلتي ولكن الناس تماما تاخذ من هذه الرساله هيك. انت تتكلم تعطي رساله فيها كره فيها حقد فيها ضغينه يجب أن تتحمل مسؤوليتك الأخلاقية والسياسية عن الموضوع عندما قال من زمن دهام شط إسلام دهام يعني البيت بيتي مه وبلدي مه ولا للإسلام هي رسالة خطيرة جدا هي قبل أن يأتي إخواننا اللاجئون و و وكانت مشكلة كبيرة جدا أن كيف تعتبر مئات الألوف من المسلمين ليسوا جزءا من النمسا تماما ولما لما قابلته في اخر مقابله لي موجوده على اليوتيوب معه مناظره مع شتراخي قلت له بعدها ولكن ماذا تقول بدهامشتات اسلام؟ هل هذا مناهضه للاسلام السياسي؟ هل هذا مناهضه للتطرف؟ لا فقال فقال لي وقتها لكن انا لاحظ انه انا بطلت اسمي الاسلام، انا اقول فقط الاسلاميسموس يعني الاسلام السياسي بقصدي اول بوليتيشن الإسلام قلت له أنت أنت هاجمتني لإلي كمان أنه أنا ممثل أنا عملت دعاية وقتها لفاندر بيلن مه. لرئيس الجمهورية باللغة مه. الألمانية والعربية فشتراخي كتب عني طرف بغجاتي ممثل الإسلام السياسي يقوم بدعاية انتخابية لفاندر بيلن قلت له إلي أنا قلت له ما تعريف الإسلام السياسي عندك ما هو يا سيد شتراخي قال هذا بل هذا حتى باللايف موجودة مه. قلت له هل تقصد بالاسلام السياسي اساءة استخدام الدين لاغراض سياسيه؟ قال تمام هذا هو قلت له انا معك اذا كان هذا هو كمان انا اناهض الاسلام السياسي تماما طرف بغجاتي اناهضه بس اللي يا سيد شتراخي انا لما عملت دعايه لفندق شو دخلت الدين بالقصه؟ شو كله الدين كله؟ كان له علاقه بالموضوع فاستحى نوعا ما يعني حتى حتى خجل لانه يعني مسكته ولكن هو يعرف حتى لما عملها يعرف انه يريد ان يستجلب الاصوات بهذه الطريقه مع الاسف ليش كلمه اي اي منتخب اي منتخب او منتخب بده يعرض مشروع انتخابي بهط المسلمين شو في, في برنامجه الانتخابي هي مع الاسف كثير عم بتصير مو اي واحد الاتجاه هي اللي ضعيف سياسيا وما عنده حلول للمشاكل بده يخلق مشكلة اها فأجت المشكلة الآن المسلمون واللجوء فبناخذ اللجوء وغالبية اللاجئين مسلمين من دخل الإسلام على اللجوء متدين غير متدين إن شاء الله لاجئ مسيحي <applause> مو عربي صار مسلم فهي المشكلة <applause> أنه هو كيف أنا أقول لما بيقولوا الإسلام يعني هن يقولوا يخافوا منا أن نحن كمسلمين عندنا خطة لأسلمة المجتمع نحن عندنا أسلمة المجتمع نحن كل واحد بده يعيش حياته بده يعيش شعائره الدينية ويشوف حياته مين تمام. بيفكر يأسلم المجتمع تماما أنا قلت لهم أنتم الذين تؤسلموا السياسة ما نحن أنت اللي عم تعمل يا أشتراكي إسلامي لأنه أي مشكلة عم, عم تحملها في ظهر المسلمين فإذا أنتم اللي عم تعملوا الأسلمة أسلمت السياسة وأسلمت المشاكل ولسنا نحن يعني هي الامور كمان ضروري جدا انه حتى بالنقاش العادي بالحكي مع الناس يكون الواحد عنده بعض الارجيومنتس انك كيف تحسن تشرح موقفك ولو بلغه المانيه ضعيفه للاخر دون ان تعتبر انه شرط انا انه اكون ممتاز يعني عم بحكي بلغه جرايد ولا لغه تلفزيون على اخر مستوى استاذ طرفه انت كاتب وانا تشرفت انك هديتني كتاب وعجبني ما بدي احكي انا عنه بدي تحكي شوي عن كتابك مقالاتك ظهورك الاعلامي. والله بدايه الكتابات كانت بالالمانيه يعني كنا لما بدينا العمل بالمجتمع المدني كان ما في اي كاتب يظهر بالاعلام الرسمي النمساوي او غير الرسمي المعروف بمقالات. نعم. كان يقول يتحدث الواحد عن المسلمين ولكن <applause> ما في مسلم يكتب ومن مبادرتنا مبادره مسلمي النمسا سواء عمر راوي سواء كارلا امينه بغجاتي سواء طرف بغجاتي <applause> سواء اخونا مضر خوجه <applause> يعني ممكن نقول ان نحن كنا اول مهاجرين يعني حتى الاخوه الافارقه يقولون انتم من علمتمونا الدخول الى الاعلام يلي دخلوا ويكتبوا باسمهم مقالات طويله وليس فقط رسالة قارئ أه. بدينا برسائل القراء وتحولنا إلى مقالات رسمية في صحيفة الستاندرد في صحيفة الكورير في صحيفة البريسي في صحيفة الفورخة بلس. المسيحية المعروفة مه. فصار لهذا هذا الوجود هذا صرنا ندعى بعد منا تكتب مثلا مقطع في كتاب بكتاب مشهور مثلا عن الاندماج كتبت عن الموضوع عداء الإسلام والإسلاموفوبيا والموضوع الاندماج وهذه الامور مه. بعد الثوره السوريه من بعد 2011 صار لي حضور عربي من ذاك الوقت اقوى يعني الى 2011 تقريبا لا ترى طرف وغجاتي الا يا الماني يا انجليزي ما ترى عرفت العربي ممكن لا وقت قبل كان نشاطي أوكي. قليل جدا بالعربي يعني مه. في بجوز مقال مقالين مه. لما بعد 2011 بعد الثوره السوريه صرت اسال ايضا كاوستريو زيرر يعني كسوري نمساوي, نمساوي, نمساوي عن بعض الامور فصرت انوع بالكتابات بين الالماني والانجليزي دخلت على خط العربي سواء بصحف مثل الحياه والقدس العربي تمام وغيرها من المجلات والجرائد العربيه وبعدين صارت المحطات العربيه ايام تدعوني لاسئله تحليل سياسي لفكره معينه لنظره معينه فدخل الحضور العربي وكتبت كتاب اسمه اسلام بلا اسوار هو مناقشه بيني وبين الناشر اخونا علاء الرشي، هو يسالني بعض الاسئله عن حياه المسلمين في اوروبا وعن النظره العامه للتصرف لاخذ الدين كأداة عمليه في الحياه وكيف اسقطه على الواقع، يعني ليس بمعنى كيف يكون فهم جديد لمقاصد الشريعه؟ كيف يكون فهم جديد لمقاصد الهجره؟ كيف تتعامل مع مساله الحدود؟ كيف تتعامل مع كلمة الشريعة في اوروبا؟ يعني هذه الامور كلها بحثتها في اسلام بلا اسوار <applause> وصار نوعا ما يعني بشكل عام كان ضروري للدخول على الخط الفكري الاسلامي التواجد باللغة العربية وهذا كان لي شرف كبير يعني انه خلال بعض السنوات صار نوعا ما الاسم او اذا في سؤال عن النمسا او في سؤال عن اوروبا من الشخصيات اللي ممكن أن تسأل إذا كان أحد عنده أي استفسار نحن نحاول نعمل نحن تحالفاتنا نحن نكون نحن مع الأحزاب القوية الاجتماعي الديمقراطي الاشتراكي مع حزب الخضر حتى مع النيوز يعرفوا أنه هناك في صوت ناخب عربي مسلم تصور أنه قبل يومين تحدثت قبل البارحة مع رئيس المنطقة العاشرة عمدة المنطقة العاشرة قال لي أكثر من خمسين في المئة من المهاجرين لأنه هذا بيشوفوا مين إجا تماما بتلاقي عبد الله محمد فاطمه ما موجودين بتشوفه قاعد ببيته الناس تنتخب المشاكل انت كلها نازله عليك وانت الله اعطاك انت مالك الجنسيه الدخل. الناس قتلوا سفك الدماء مشان انت يصير عندك صوت الانتخاب في بلادنا في بلاد اخرى ناس تموت في الشوارع تقتل تماماً. لانها تطالب هذه الحريه ونحن جماعتنا قاعد بالبيت انتخبت انتخبت انت كانت الانتخابات ولا تقول كاني قلت له رح تنتخب لك ليش اي يوم الانتخابات قلت له معناتها انت بحياتك ما انتخبت لي كيف عرفت؟ لانه كل الانتخابات يوم الاحد الأسبوع. مجرد سؤالك اي يوم الانتخابات معناتها آه. بحياتك ما انتخبت في النمسا فهذه الامور انه كيف الان بدنا نحاول نوقف ليس فقط اصحاب الجنسيات حتى الاخوه اللاجئين الجدد ولا اسميهم لاجئين انا دائما صرت اقول المواطنين الجدد معتنين. السوريون الجدد ومع الوقت رح نصير كلنا نفس الشيء بعد خمس سنين ما في جديد قديم خلاص صرنا كلياتنا نفس الشيء يلي بيشتغل شعر. هو موجود فبعد منا كيف انا اكون مع جاري جارك بينتخب مشانك اذا كنت انت محترم نفسك ما بينتخب عنصري صح. يجي يؤذيك صحيح انت بتتصل باخوك او صديقك اللي عنده جنسيه بتقول انتخبت انت او ما انتخبت لازم تنتخب هذا الاسبوع فهي يعني الشعور العام ان نحن ما نكون متفرجين ولكن نكون فاعلين على المجال كل انسان عنده مجال شغل. هل يمكن انه العقليه العربيه لأنهم نعرف اذا انتخبت ما انتخبت اخذت 99.99% هل نفس الفكره بفكروا ان هي فعلا مطبقه باوروبا طبعا هي احد اكبر المشاكل أن العالم الى الان تعتبر انه صوت من مليون صوت لا ياتي بشيء احيانا ياتي مره في النمسا صار في فرق بين حزبين 300 صوت 300 صوت ممكن تكون انت تدخل تصير عندك المستشار أو تصير نائب المستشار بألمانيا دخول ألمانيا إلى حرب العراق أو عدمه كان من ستة آلاف صوت ستة آلاف صوت ببلد ثمانين مليون إنسان وفرت على ألمانيا الدخول بحرب العراق اللي فيها مصائب ومشاكل وفلوس وكره وإرهاب ووجع راس ستة آلاف صوت فاذا كل انسان يقول انا صوتي بقول ما راح تفرق مع صوتي ما راح تفرق صوتي, يكون اخطا خطا من ناحيه استراتيجيه بحثي هذا اولا وثانيا انت لما ما عم تعطي صوتك اليمين المتطرف عم يجي صوت غير مباشر تماما لانه قلل قله العدد هن ما بيقولوا هن بيروحوا بينتخبوا فنسبتهم بتكون اكثر بكثير تماما فاذا اذا 50% راحوا انتخبوا وهن راحوا منهم 20% بيطلعوا نسبتهم 40% تماما اذا نحن قعدنا ببيوتنا فهي رسالتي يعني رسالتي لكل اخواننا الجدد والقدامى انه كل واحد يسال نفسه تعريف الاندماج مم. انه عبر المشاركه انسى موضوع انا مندمج ولا منصهر ونفتح فلسفه طويله عريضه <applause> على الموضوع مم. اسال نفسك سؤال انا مشارك انا لي دور ولو صغير جدا 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 أنا ماشي في الطريق الصحيح أنا عم علم أولادي روح المشاركة أم لا تمام. جوابك لا مع بدك شغل كثير تمام. وبالأخير موضوع القيم العامة موضوع أنه, إنه يكون الإنسان دائما محترم نفسه أنه يكون الإنسان مبتسم للناس في الشارع أنه يكون الإنسان يساعد اللي بده مساعدة أنه يكون الإنسان ينتبه على جاره هذه القيم يا جماعة ما قيم أوروبية يعني ما قيم نحن ما بنعرفها للأسف الشديد في ناس بينسوها بيقول لك أنا شو دخلني أنا ليش لكون محترم جاري ليش ما بعرفه ولا بيعرفني تمام فهي أمور كلها بتوقع أنه ممكن جدا أن نقفز بالجاليات العربية والإسلامية الجديدة خلال عشر سنوات مثل البوزنويين وقتها من جاليات تتلقى المساعدات إلى جاليات هي تعطي الضرائب دافع الضرائب موجودة ممثلة نفسها رافعة رأسها تمام. في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية أه رح أضطر آسف إلى ختم الحلقة إني أخذنا وقت منيح أه أه نتشرف فيك مرة ثانية وشكرا جزيلا لحضورك أه هيك أصدقائي بتكون انتهت حلقتنا لها إن شاء الله بنشوفكم في حلقات قادمة وأنا مني السلام عليكم